أهلا بكم من جديد. حكم المباراة المجري كاساي ركض في كل اتجاه، كان قريبا من الكرة وكان جريئا في قراراته واستخدم كل البطاقات التي في جيبه. معين السواري. المجري فيكتور كاساي يستعد لظهوره الثالث الموسم الحالي في الملاعب السعودية، لكنه يعلم أن هذه المرة مختلفة، فجدة بجوهرتها المشعة غير، وهو سيكون جزءا من تاريخ الملعب بإطلاقه الصافرة الأولى. مع بداية المباراة لم ينجر لمطالب صالح الشهري باحتساب خطأ لمصلحته، معطيا انطباعا مبكرا أنه لن يدع الصافرة تفسد هذا اللقاء التاريخي، لكنه لم يتردد بعد 10 دقائق فقط في الإشارة بثقة إلى نقطة الجزاء مانحة من إيغازو فرصة افتتاح التسجيل. الحكم المجري أراد أن يكون في المكان والزمان المناسبين دائما، فهو من قدر أنه يقطع مسافة تتعدى 11 كيلومترا خلال المباراة الواحدة. حاول العودة السريعة إلى منطقة جزاء الأهلي عند قطع مهند عسيري للكرة، ومن حسن حظه أن اللاعب لم يواجه صعوبة تذكر في التسجيل. واجه كاساي حجة اللاعبين بالحجة ولم يتخلى عن ابتسامته لتهدئة الأجواء. انتظر منه الأهلاويون هنا صافرة وركلة جزاء فلم يحرك ساكنا، لكنه رفض تدخل عقيل بالغيث ضد رافينها مشهرا البطاقة الصفراء. وقبل نهاية الشوط أصيب الحارس وليد عبد الله، فكان من بين المطمئنين على سلامته. دار حديث الأصدقاء بين الحكم وبين تيسير، ربما تمنى له ولفريقه التوفيق في الشوط الثاني، لكنه كان شاهدا على زيادة مصاعب الأهلي. البطاقة الصفراء تعود مجددا للظهور، وهذه المرة لوليد بخشوين. وكما هي الأهداف جاءت البطاقة الثالثة، وما زال كاساي يستخدم جيبه الأيمن ليفك الاشتباك بين اللاعبين وحتى الكرة على أرضية الملعب. واضطر الدولي المجري أخيرا إلى استخدام جيبه الأيسر وإخراج البطاقة الحمراء للأهلاوي عقيل بالغيث. صارت المباراة إلى بر الأمان ولم تشكل لكاساي صعوبة تذكر، خاصة بعد أن حسمت النتيجة وتحددت ملامح المنتصر، وكان عليه فقط إيصالها إلى خط النهاية وإطلاق صافرة إعلان البطل. معين السواري، العربية. إذن ليلة لا تنسى في جدة وختام كبير للموسم السعودي وكل البطولات كرة القدم السعودية هذا الموسم في العاصمة الرياض. ألقاكم.